رمضان محطة كبيرة لمن يصلي بالناس. مجرد أنهم حملوك المسؤولية على الصلاة فتلقى روحك لازم تراجع، خدش علاه، مو رايك من يصحح، ماذا بيك ما توقعش بزاف، ماذا بيك ما يفتحوش عليك بزاف، ماذا بيك تركز. كلما كان كنت تحفظك أكثر تركيز كلما كانت قراءتك أحسن، كلما كانت قراءتك بارتياح. هذا ما يفكر فيه الشيخ قبل أن يئم بالناس، قلة الأخطاء. لا، الصلاة، كثرة إقبال الناس، وجودي بالمحراب هو هيبة ومسؤولية كبيرة.